إخواني متابعين قناة مدينة الجزار، كنتواجدوا معكم حاليا في الأحد واد جديدة اللي جاي ما بين فاس ومكناس، وغادي نشوفوا الأثمنة هاد الخروف إن شاء الله، واستمتعوا معنا في الفيديو وما تنساوناش الجرس وديما جديد. مرحبا بكم. السلام عليكم المتابعين، كيف صحتوا؟ هاني كلشي في امان الله. تحيه من عند خوكم مهدي الجزار مكناس. شحال من واحد دابا تيسمع مهدي الجزار مكناس تيقول دابا هذا واش الجزار واش شنو؟ انا خوتي تنصور المواشي والحريفه ديالي كزار، واليوم غتشوفوا معنا الاثمنه ديال الخروف. Gracias.
مارينوس اخوتي هذا. طب شحال باش ديتي يوم سميتك؟ 100؟ تبارك الله المليح هذا. ها لا المليح ها انتم اخوتي ب 112 المليح داك الشيء اخوتي ب 112 الله يحفظك الله ينورك تحيه للمتابعين ديالنا.